ما لا يعلمونه وقد نعلم. أخذنا كل جيل يعلم. ليه؟ لأن الكون فيه غيوم كثيرة. نعم. فيه غيب لله وحده. اللي حكم فيه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ويصبح الرسول لا عالم غيب وإنما معلم غيب. نعم. خلاص؟ خلاص. وفي أشياء هي غيب عنا الآن. ولكنها ستصير مشهدا فيما بعد الآن. كالآيات اللي احنا من ايه؟ كل يوم بننتهي. ولذلك في الآية الثانية بتاعت آية الكرسي ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أن يحاط به تصل إليه بحسوم. نعم. فإذا جاء ميلاد الغيب وما بحثناش يتفضل علينا من عنده كده يقول لك صدفة. شفناها صدفة. وأكثر قضايا الحديثة جاءت صدفة. بنسلين صدفة. مش عارف كهرباء صدفة. مش عارف كل حاجة صدفة. لأن ما حصلش بحث منه. وإذا حصل بحث فيها وصادف ميلاده يبقى احنا وصلنا إليه. ولذلك العلماء كانوا مهذبين يسموهم أهل اكتشاف. أوه. مش أهل إيجاد. نعم. اكتشف السر. كان السر كان موجود وليس هناك من صدفة في الخلق أبدا.